في بيسأله انه ليش انت مستبعد انه المهدي له دور في هذا التحرير؟ ليش والسؤال المهدي؟ ليش المهدي له دور؟ إن ليس له، انه يعني مش قريب، بفكره انه قريب، وشيء مرتبط حول احاديث السفياني وعلاقته بالمهدي وتوقع زمنه. ماشي ماشي ماشي. الان قضيه المهدي قضيه السفياني. اول السفياني خلينا نقفز عنها. أيوة. احاديث السفياني بشكل عام ضعيفه. أوكي. بشكل عام ممكن يعني، خصوصا ايش؟ خصوصا الناس اللي بيتكلموا بالتفاصيل حول السفياني. طيب اذا فكره السفياني مثلا ممكن الاحاديث الضعيفه تجتمع هيك 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 هيك، انه في فكره سفياني. طيب منين جبتوا لنا، منين جبتوا لنا التفاصيل في السفياني؟ وحتى تسميه السفياني هاي تسميه في حد ذاتها مشبوهه، لانه دير بالك ابو سفيان وما تناسل منه الشيعة بينظروا له نظره ايش؟ والامويين يعني سلبية. نظره سلبيه، وبالتالي كل احاديث السفياني والتفصيلات هاي من شغل الشيعة. واصلا التسميه في حد ذاتها هي المشبوهه، مشان يقولوا لك بني اميه والتفاصيل هذا كلها. هذا واحد. اثنين، في اليوم كثير من اللي بيتكلموا في المهدي بيجمعوا بين الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة وأقوال التابعين وأقوال صحابة وأقوال علماء وتفاصيله، وبيعملوا مخلوطة وبيختاروا منها ما يشاء. واليوم لعلمك ما يكتب في المهدي أو يعني في الإنترنت خصوصا، في الإنترنت خصوصا يوميا يوميا يتم تنزيل عشرات ال نقول شو بسموها الأشرطة، لا في اليوتيوب وغيره، فيديوهات، في الفيديوهات، عشرات الفيديوهات تمام تنزل جديدة في المهدي، والمهدي وفلان رأى وفلان رأت وفلان هذا شوف يعني. هذا أولا. وفي ناس بيستحوش يعني المهدي عندهم من كان لازم يظهر في 2020 وفي 2019 و2018 ومرت 2018 و2019 وما بيستحوش لحد اليوم بيقولوا 2021، ولما تروح 2021 راح يقولوا لك 2022 الى اخره. واليوم يبدو انه جزء من هذا الكلام، مش كلهم، مش كلهم طبعا، في ناس بيتكلموا ب بي 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 يعني بادله ومنطق والى اخره، هذول خصوصا اللي بيعتمدوا على الاحلام، هذول الناس على فكره كله بيسترزق، لانه بمجرد بيسترزق، لأنه بمجرد ما حط كلمة المهدي بتدخل الآلاف المؤلفة من الناس كل يوم. والغريب أنه الناس يعني جربت وعرفت، هذول اللي بيروا رؤى واللي بيظلهم يشوفوا مهدي ومهدي، وبيظلت الناس تدخل، فهذول طبعا بصيروا يكتبوا لك عن المهدي حتى لو ظهر كذبهم، بظلهم ماشيين لأنه بحوزوا على آلاف مؤلفة من أجل الاسترزاق في الاسترزاق في الإنترنت. أولا أنا سبق أعطيت في المهدي وقلت هذا مش زمنه. ما في أولا بالنسبة لسؤالكم أنه ليش بتستبعد أنه المهدي هو الذي حرر فلسطين؟ أولا ليس هناك من حديث يصح أنه المهدي يقاتل اليهود ويحرر فلسطين، فيش. طب كيف يعني، منين اخترعتوا إذن أنه المهدي هو اللي بده يحرر فلسطين؟ أعطوني نص، ما هي قضية غيبية. طيب ممتاز، هاي واحد. اثنين، والله أنا بدي أسأل، طبعا لما تأخذ من مجموع ما 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 يروى في مسألة المهدي سواء كان أحاديث صحيحة أو حسنة أو أقوال تابعين أو صحابة تجمعها، أنت بتعرف أنه زحف يأجوج ومأجوج، عفوا زحف الدجال، زحف الدجال بيكون في آخر عهد المهدي، في آخر عهد المهدي. طب لما بيزحف الدجال ولوين زاحف؟ هو زاحف لفلسطين. اثنين، عامة أتباعه من اليهود. طب من يهود أصفهان لحالها قديش في الحديث الصحيح؟ 70,000. عليهم الطيالسة، شو يعني عليهم الطيالسة؟ يعني دعواهم دينية، لأنه المقصود الشال هذا اللي بلبسوا المتدينين والحقمات، عليهم الطيالسة، إذا دعوة دينية. زاحفين مع الدجال من أصفهان ومن الشرق إلى فلسطين، ليش؟ ليش زحفين؟ إذا كانوا اليهود موجودين، إذا بدهم يكونوا اليهود موجودين، ليش الزحف؟ معناته اليهود بكونوا خرجوا، ثم هو وقت المسيح، اليهود بكونوا خرجوا من فلسطين. لحظة،
بيكونوا خرجوا من فلسطين وذهبوا شرق على ما يبدو، لأنه الغرب شمسه أفلت وبتقفل، لذلك اليهود مركزين من 1990 على قضية الشرق. طيب بزحفوا من أجل استعادة دولة في فلسطين. ولا ليش جاي الدجال وعامت أتباعه من اليهود و70 ألف من أصفهان لحالها وعليهم الطيالي يستدعون جايين لفلسطين ليش؟ إذن هم إذن من علامات القيامة محاولة اليهود الرجوع إلى فلسطين. ولكن بما أن القرآن قال مرتين، أولى وأخيرة، مش أولى وثانية حتى، أولى وأخيرة، لما بيجوا المرة الثالثة وأن عدتم عدنا ما بيستقروا ولا بيكونوا مجتمع ولا دولة، فيقتل جيشهم ويقتل الدجال وما بيقيموا، لأن القرآن قال مرتين. طيب إذن من علامات القيامة محاولة العودة الثالثة إلى فلسطين ولا تفلح مع الدجال، ويكون وقتها المهدي. أما قبل المهدي ما أدري عدد السنين من بعد تحرير فلسطين إلى مجيء المهدي ثم مجيء الدجال، قديش عدد السنين ما بنعرف. إنما لهم عودة ثالثة ولكنها لا تستقر، لأنه إيش قال القرآن؟ مرتين، أولاهما والآخرة. تمام؟ وبالتالي أنا مستبعد تماما. طبعا أنا أعرف أنه في كثيرين الآن، كثيرين راح يستاءوا، إيش يا شيخ ما إحنا مستنين المهدي وهيهم قاعدين بيقولوا المهدي. حتى بعض الأخوة بيسألني عن بعض الأسماء بلاش أذكرها. أنا سمعت لبعض العلماء اللي يتكلموا بمنطق وأدلة وتفاصيل وبيبرط ربط منطقي بعيدا عن قضية الأحلام وغيرها هاي، وبيجيبوا لك أدلة، لكن أنا لفت انتباهي أنه هذول اللي بيجيبوا أدلة بيخلطوا بين صحيح وحسن وضعيف، بيخلطوا، ولكن من أجل تكوين صورة. طيب. إلى درجة يوهم الناس أنه المهدي بعد بكرة. لا، هو ببساطة أنا أقول هذا بداية عودة الخلافة الإسلامية التي سترتقي شيئا فشيئا فشيئا ثم يتوجها المهدي، ولا ندري متى زمنيا. بدهم بعد ما نخلص من 2022 نتحدث في العدد، بعدين في المهدي بعدين. أوكي. طب بدأنا إحنا في موضوع المفاهيم المغلوطة، خلينا في قضية كيف الناس بتفهم انه ليش يأجوج، تفهم انت انه يأجوج ومأجوج بس محجوبين تحت الارض، لانه الحديث بيقول اخرجت عبادا لي، يعني هم فاهمين اخرجت عبادا لي فهم مغلوط. هاي ايضا من المفاهيم. اولا نعم، سؤال حول يأجوج ومأجوج، وانه ليش انا بستبعد انه بكونوا يأجوج ومأجوج تحت الارض. طب ما أنا ما أعطي فيها دروس وبينت هذا الكلام وفصلت، فيرجعوا للدروس اللي أعطيتها منين جابوا هاي. والغريب في الموضوع، وانت بتستغرب أحيانا من بشر تجد بعضهم أذكياء ولديهم علم وبتصوروا لحد الآن إنه في مخلوقات في داخل الأرض اللي هم يأجوج ومأجوج تحت الأرض، ومنهم ناس بديش أذكر أسماء يعني بتعجب فيه في كثير من القضايا والكلام وإلى آخره، ولا مؤمن لحد الآن إنه في يأجوج ومأجوج مدفونين تحت. طب من وين جبتوها؟ يعني طيب لو جابوا حديث صحيح بضطر أخضع، لو جابوا حديث صحيح ماشي. طب أقول لك، ولو جابوا حديث ضعيف وبقول هالكلام جيبوني، قال إيش؟ قال بحفروا، تصور هذا الحديث الضعيف، يأجوج ومأجوج بحفروا وفي الأخير بيشوفوا الضوء. طيب ما أنت احفر في أي، بدي أفترض هيك يعني هو ضعيف هذا، احفر في أي حيط لما بتعرف أنك ثقبت الحيط، وينت بتعرف أنك ثقبت الضوء؟ لما بتشوف الضوء. طب مش هذا عقليا أسهل لك تفهم من ما تحطهم تحت الأرض وتخليهم تشوف منين جبتوا إذن هم تحت الأرض؟ منين جبتوا أنهم تحت الأرض؟ أخرجتوا. أما قضية أخرجتوا، إيش أخرجتوا عبادا لي في صحيح مسلم؟ أخرجتوا عبادا لي هو خروج لما بيخرجوا من بلادهم وبيجوا بيزحفوا، هذا مش خروج؟ لفظة لغة معروفة هي. طيب هو قول الرسول قول الله سبحانه وتعالى في الآية 76 من سورة الإسراء،
وإن كادوا ليستفزونك ليخرجوك من الأرض ليخرجوك منها. شو يخرجوا من تحت الأرض؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. طيب إذا إيش هذا هو الإخراج؟ عفوا هذه أسطورة إنه في بشر تحت. بعدين الغريب خليك معنا، بعدين ثابت إنهم من بني آدم. برضو في ناس بتصوروهم تصورات كائنات عجيبة. طيب ما هو ثابت في الأحاديث إنه من بني آدم هذول يأجوج ومأجوج، وإحنا قلنا في الدروس اللي أعطيناها حول يأجوج ومأجوج أظن درسين هو أو أكثر، والدجال ويأجوج ومأجوج. طيب بتعرف أنت إنه بشر، حديث تقول بشر، وفيش أي شيء بيثبت إنهم تحت الأرض. وين تذهب العقول؟ ممكن تعيد الناس للعلامات الكبرى المحاضرات. في العلامات الكبرى اعطينا فيها ايضا استكمال للمفاهيم اللي هو احاديث حول قتال المسلمين لليهود شرقي النهر واليهود غربي.